عايزين مين؟ احمد توفيق. انتوا مين؟ امن دوله. يا لهوي، امن دوله ليه؟ هو عمل ايه؟ في ايه سميحه؟ جرى ايه يا جدع؟ انت عايز منها ايه؟ الحقيني يا ماما الحقيني، دول امن الدوله عايزين ياخدوا احمد. يا خرابي، الحقنا يا حاجه مش عايشه. ايه ايه في ايه يا ام سميحه؟ اهدي كده وصلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. زوار الفجر دخلوا بيتنا يا حاج. فجر ايه بس؟ ده احنا لسه في عز الظهر. اتفضل اقعد يا حضرتك. انا مش جاي عشان اقعد، انا عايز احمد توفيق. احمد مش هنا يا ابني. مش ده بيته؟ ايوه بيته، هو ساكن هنا بس هو مش موجود دلوقتي. هو عمل ايه بالظبط؟ ما عنديش اوامر اقول لكم هو عمل ايه. طب ما تعرفوش هو فين دلوقتي؟ لا والله يا ابني، هو نزل بدري، لكن اول ما نعرف طريقه ويجي هنقول له سعادتك سالت عليه. يعني ايه ما تعرفش؟ ها؟ امال جايين يقبضوا عليك ليه؟ اكيد عملت حاجه. والله ما عملت حاجه، لو عملت حاجه هقول لك. لا تقول لي ولا تعيب لي. انا قاعد، انت قلبي مش مطمن لك من زمان، حاسس انك هتودينا كلنا في 60 داهية. قوم اهرب دلوقتي حالا، اهرب. يا حاج توفيق ايه ده؟ مش كده امال؟ اهدى ازاي بس يا حاج ابو شعيش؟ اهدى ازاي؟ دلوقتي تلاقيهم هيطبوا علينا على غفله كده ويشمعوا لي المحل ويقفلوا لنا باب الرزق. انت مستني ايه يا احمد؟ يلا قوم اهرب. لا اله الا الله، اهرب اروح فين يابا؟ انا شويه وهروح اشوف في ايه. ايه؟ تروح لهم برجليك؟ تجننت؟ اتهبلت يا واد؟ دول يودوك ورا الشمس. يا حاج احمد عنده حق، هم مش جايين يقبضوا عليه، هم جايين يسالوا عنه. لو عايزين يقبضوا عليه كانوا استنوه في اي حته ومسكوه. قول له حاجه يا حاج. وهو انا لسه هستنى ولا يا اخويا؟ بقول لك يا حبشي، روح انده لمحمد اخوه من البيت بسرعه، هو اللي هيقول لنا ويفطمنا على كل حاجه، لان الواد ده مش هينطق، مش هيقول. حاضر يا حاج. وهو هتجيب لهم سيره في البيت. حاضر. طب افرض ما لقيتوش. ما لقيتوش ده ايه؟ تشوفوا لي في اني داهيه وتجيبه يا حبشي وبسرعه، واياك تجيب سيره لحد. انت فاهم؟ لا من ايه يا احمد؟ وانت عملت حاجه يا فندم؟ انا مش قلقان والله، مفيش حاجه خالص، بس هو انا زي ما بقول لسعادتك كده، في اليومين اللي حضرتك بتقول ان المشكله حصلت فيهم انا كنت بحضر نفسي للجواز. انا عارف والله، وحتى لو كنت موجود في موقع الحدث نفسه، ملفك اللي عندنا وسيرتك تخلينا نصدقك ونثق فيك كويس قوي. طب الحمد لله، يعني انا هنا بصفتي مش متهم. اكيد بصفتي شاهد. ممكن. طب انا ما اعرفش اي حاجه اشهد عنها. ايوه بس انت محسوب عليهم يا احمد. طب واللي انا محسوب عليهم جنابك دول عملوا ايه؟ اشتبكوا مع العيال الشيوعيين بالسنج والجنازير. طيب ما تنساش سعادتك برضو ان شويه العيال الشيوعيين دول كان لازم حد يتصدى لهم، يعني احنا كده دافعنا عن امن الجامعه. الله، بس انت ما كنتش معاهم يا دكتور. ايوه بس ده ما يمنعش اني ادافع عن بعض افكارهم، يعني اقف معاهم ضد صوت الشيطان. ما تهدى علينا شويه يا دكتور. لا العفو يا فندم، انا ما اقصدش، انا اقصد يعني ان وجود العيال الشيوعيين دول خطر جدا على امن الجامعه. والله ان جيت للحق انتوا وهم، المفروض ان الجامعه دي للدراسه يا دكتور مش للصراعات السياسيه. والله سعادتك، يعني لو طبقنا شعار الرئيس الجديد يبقى احنا بنعمل الصح. شعاري بقى؟ الرئيس السادات قال ان مصر هي دوله العلم والايمان. العلم متمثل في الجامعه والايمان متمثل فينا احنا. ايوه بس ما توصلش لدرجه الاشتباك يا دكتور. سعادتك اعتبرها عين حمراء وكان لازم يشوفوها وشافوها. يعني ايه؟ يعني القطه اتذبحت لهم خلاص سعادتك. انما من ناحيه الجماعه الاسلاميه دي اول واخر مره. وهو ده اللي انا عايزه منك يا صديقي احمد. انا عايزك في وسطهم صوت ناضج وفاهم وواعي. واعي؟ مخبر يعني؟ لا طبعا مش مخبر يا احمد. انا عارف انت بتفكر ازاي. وعارف هما كمان بيثقوا فيك قد ايه، عشان كده عايزك تبقى لسان حالنا في وسطهم، مش عايز مشاكل. تمام يا فندم. تمام، تقدر تتفضل يا احمد. شكرا. بالمناسبه احنا هنلغي نشاط المعارض اللي انت بتعمله ده، احنا مش عايزين احتكاك بينكم الفتره الجايه. يا سبحان الله، وهي المعارض سعادتك اللي بتعمل احتكاك بس؟ يعني مش معقول، يعني الحاجه اللي قدرنا بيها نساعد شويه الطلبه الغلابه واقفين بينا وبينها. استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله يابا، خلاص عدت على خير. انت ليه مش مصدقني؟ لا يا اخويا مش مصدقك. يابا لو كان في حاجة لا قدر الله ما كانش سابوه. ما هو لو ما كانش في حاجة ما كانوش جم وخدوه من اصله. ما هو قال لك عشان الخناقة اللي بالجنازير يابا، اللي هو ملوش فيها اصلا. ملوش فيها جايز، لكن اكيد ليه في الناس اللي عملوا الخناقة. وادي يا احمد،
اوعى تكون مربي دقنك دي يا واد عشان الجماعات والاخوان وشغل السياسه اللي مالناش فيه. لا اله الا الله يا حاج، مال الدقن ومال السياسه بس؟ جراي يابا، هو كل واحد مربي دقنه ليه دعوه بالسياسه ولا بالاخوان؟ الحمد لله اللي جت على قد كده، خليه يروح بقى يطمنهم في البيت، هتلاقي انهم قلبينها مناحه. خلاص بقى يا مديحه. الله بس يا سميحه، في ايه؟ ما انا كويس قدامك اهو زي الفل. الحمد لله على سلامتك يا ابني. عملوا فيك ايه؟ ضربوك ولا جلدوك الظلمه؟ جلدوني ايه بس يا امي؟ لا اله الا الله، انا محدش يقدر يتعرض لي اصلا. امال خدوك ليه؟ انت شايبه اسماء ليه يا اخويا؟ انت فاكرنا عيال صغيره تضحك علينا بالكلمتين بتوعك دول؟ تلاقيهم خدوك عشان دقن. ايه تحلقها دلوقتي حالا؟ احلق ايه بس يما؟ اهدوا يا جماعه كده وصلوا على النبي. وما مسامحة عملينهم شوية كركديه يروقوا دمهم. اه يا ريت يا حاجة. كركديه ايه بقى يا حاجة؟ ده انا هقوم اعمل لك لقمة تبر بيها نفسك زمانك على لحم بطنك من الصبح. الله يكرمك. بقول لك ايه يا احمد؟ تعالى عايزك في كلمتين على ما اللقمة تجهز. على عيني يا حاجة. سايقة عليك النبي يا حاجة مش عايشة. لا تبرد ناري وتقول له الكلمتين دولين. انا عارفة انه مش هيتكلم مع حد غيرك. بس انا كمان امه عايزه اطمن عليه. شفت افكارك ودتنا فين؟ مالها افكاري؟ حطيتها تحت العين وعين الحكومه مالهاش اخر. كويس عشان يحسوا بوجودنا. يا راجل اذا كان هم اللي فتح لنا الباب على الاخر، اذا كانوا هم اللي ادونا اللجام، نقوم احنا نركب الحصان بالعكس ونحط اللجام حوالين رقبتنا ليه؟ انت مش فاهم حاجه. فهمني يا فصيح. ما انت لما تشتغل بشروطهم يبقوا بيستخدموك. اما يستخدموني اذا كان استخدامهم ليا ده هيقطع لسان ودراع الشيوعيين الكفره، ما يستخدموني. إذا كان ده اللي هيخلينا نعرف نساعد زملائنا من الطلبة المساكين يستخدمونا يا أخي. يا إبراهيم إحنا نصنا بيتحقق معاه والنص التاني في المستشفيات، وأنا وحضرتك بنتخانق مع بعض. هما بعتوا لك في أمن الدولة ليه؟ عشان أخرجكم. باعتبارك مين؟ باعتباري الواجهة اللي أنتوا بتداروا فيها. أو باعتبار الراجل اللي بيحاول يحافظ على اسم الجماعة في كل جامعات مصر. أو بصفتي أكبركم. أيوة بس أنت المفروض. الأذان. أيوة بس الأذان.